تعثر المفاوضات غير المباشره بين حماس واسرائيل عده مرات يبدو انه يزيد من الضغوط على الحكومه الاسرائيليه ويدفع بعض اعضائها الى تغيير مواقفهم بشان بعض النقاط المتعلقه بعمليه المفاوضات وزراء في حزب الليكود ابدوا مرونه تجاه المفاوضات من اجل التوصل الى صفقه لتبادل الاسره مع حماس اغلب وزراء الحزب لا يعارضون عوده سكان شمالي غزه الى مناطقهم اذا كان ذلك سيسفر عن عوده المحتجزين الاسرائيليين خاصه مع تاكيد رئيس المصاد ان ذلك يعد عاملا فاصلا في التوصل لصفقه تبادل لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعارض ذلك ويؤيده وزير الدفاع اولاف جالانت بحجه عدم الاستسلام للمطالب التي تطرحها حماس الخلاف بشان توسيع صلاحيات الوفد المفاوض ما زال يلقي بظلاله على الحكومات الاسرائيليه. اذ تقول مصادر اسرائيليه ان نتنياهو فوجئ في الاجتماع الحكومي ان اغلب الوزراء يؤيدون منح مزيد من الصلاحيات لفريق التفاوض مع حماس. لكن وزير الدفاع اولاف جالانت ورئيس الاركان يعارضان ذلك. والسبب ان الخطوه قد تؤدي حسب رايهما الى تاكل انجازات الحرب. هذا التغير في بعض المواقف لدى أطراف في الحكومة الإسرائيلية بشأن المفاوضات يأتي في وقت يستعد فيه فريق التفاوض للعودة إلى الدوحة والقاهرة في إطار جولة جديدة من المفاوضات جولة وافق عليها بنيامين نتنياهو حسب مكتبه بعد مشاورات مع مديري جهازي الموساد والشباك عدم معارضه وزراء اسرائيليين لابداء مرونه اكثر مع حماس لا يبدو انها ستنعكس على سير المفاوضات اذ ان المواقف بين الطرفين ما زالت متباعده جدا فحماس ما زالت تتمسك بضروره وقف اطلاق نار شامل وعوده النازحين الى مناطقهم وادخال المساعدات بلا قيود وانسحاب الجنود الاسرائيليين لكن اسرائيل تتمسك برفض تلك الشروط